بلش محاضرة اليوم. صباح الليل. وصلنا لعند هاي الفقر مزبوط؟ تذكروا هاي الفقر؟ هذه الفيميل شو ويل تشوز؟ اما بتشوز بتوين هذا الميل او هذا الميل. او ممكن يكون بتشوز هذا الميل وهذا الميل. شوفوا هون شو صار بتوين اذر سبيشيز. لما بتعمل مع اذر سبيشيز هون بتعمل رينفورسمنت، صار لنا تو نيو سبيشيز. هون ما صارش رينفورسمنت، هون كانه عملنا فيوجن، رجعوا كما كانوا. واضحة الصورة هاي؟ هذا المقصود فيها فقط. هلا حكينا على الفيوجن كمان صح؟ شو عم تعمل هذي؟ أكيد تعمل ويكينج للبروتكتيف باريرز، كل ما كان عندنا البروتكتيف باريرز بعيد كل ما صار عندنا نيو سبيشيز، هذه ضعفت هذا الحكي، هذا وين بصير حكي؟ حطينا خطين تحت كلمة فت. وحتى لو بتذكر لما حكيت لكم قلت لكم إذا كان الأوف سبرينج اللي طلع من هذا الحكي أجمل من الأب أو أجمل من الأم برد بعيدوا تزاوج معه. ما بنحكي عن هيومن، إحنا بنحكي عن طيور بلانتس أنيمالز، ما بفرقوش بهذا الشيء. طيب هلا هذا أكومبانيد وذ وات؟ جين فلو بكون جريت ولا مش جريت؟ يعني كامل جين فلو ردينا عملنا له، then they are fused into single برضو برجع زي ما كانوا. تعين البلانت مثلا مش تعملوا بريدنج كروسز وباك كروس، كروس وباك كروس مزبوط، بتطلع الاف 1 الاف 1 بتحطه مع الاف 1 مع البيرنس، برد بيطلع اف 2 بترجعوا مع البيرنس ولا لا؟ اف 3 مع البيرنس، كانه بطل ايش؟ بطل يصير ديفرنسز، كانه بيرجع زي ما كانوا ولا لا؟ حتى تحصل على صفه انتم بدكم اياها انترستد ان. هذا كان مثال اوشى على ايش؟ على هذه الفيميل. كان يعني كيف يصير عادة؟ يعني اتس اكسبيرمنت، مش بروحوا لتعين الانفايرمنت، تعين البوبيليشن انفايرمنت او تعين البيودايفرسيتي، بروحوا على منطقة معينة او غابة، بشوفوا في ليكس مثلا، بشوفوا الحركة على الشغلة، شو هالليكس هذه؟ كثير فيها تغير. يعني الوان مختلفة، طب لابد انه صار في سبب، ليش مش كانوا وان سبيشيز؟ ليش زي هاف ديفرنت سبيشيز؟ فصارت صار يفكروا ليش هذا الحكي عم بصير يعني. فصار يحكوا عن الفتنس ونون فتنس، انه هذا الاوف سبرينج بيجي نوت فيت او فيت. نون فيت بيطلع عندك نيو سبيشيز، فيت بيرجعوا تو ذا سيم سبيشيز. وعادة هدول لازم يكونوا ايش؟ اللي بيكون الريبرودكتيف سايكل تاعتهم ايش؟ قصيرة وبرديوس ماني اكس باي ذا واي. هذه هي السمكة، شايفين الكالرد اللي صارت. هلا حكينا بدنا نحكي عن كلمة ال، نكمل على stability. هذا النوع الثالث مزبوط، reinforcement fusion او stable stability. stability بيصير عندكم hybrid individual continue ولا not continue؟ بضل عندك البيرنس بيتزاوجوا بيطلعوا hybrid، برضه بيضلوا يطلعوا hybrid، بيضلوا يطلعوا hybrid. مش الهايبريد بيرجع بتزوج مع الاباء او الاباء بيرجع بتزوج مع الهايبريد. وضحت النقطه؟ هذه هي اكستنسيف. شو بصير بالجين فلو بهذه الحاله؟ شو كان؟ كان اوفر ويل، معناها يتفوق على، يتفوق على. كيش شال وي اكسبلين ات؟ بحكي لك الاكستنسيف، اكستنسيف معناها تو ماتش صح؟ كثير كثيف. جين فلو من اجى؟ اوتسايد هايبريد زون، مش ضمن الهايبريد زون اتسلف. يعني الهايبريد شو صار فيه؟ ضل زي ما هو ماشي، صار يجي جينات من وين؟ من برا، ولا مشان ضل ستيبل، ولا كيف بدك تنتج الهايبريد اصلا؟ كان اوفر ويل يتجاوز سيلكشن for increased reproductive isolation inside the hybrid zone. شو فهمنا منها؟ ولا شيء صح؟ انتوا مشكلتكم just لغة مش أكثر. extensive gene flow منين أجى هذا؟ outside the hybrid zone. هاي الهايبريد زون مظبوط؟ هاي الهايبريد زون عندنا. هاي اجت بينه بالنص، هذه ستيبل تمشي بهذا الطريق مزبوط؟
شي كونتينر لايك ذس. احنا عم نضل نستمر نوجد ايش؟ هايبريد. هسا منين اجى الجين؟ اجى من الاوتسايد، من هون من برا. Outside the hybrid zone can overwhelm selection for increase reproductive. شو صار في reproductive؟ عزل. Between what؟ داخل الهايبريد. شو صار الهايبريد؟ بطل يتزوج مع بعض يعني. صار في عندك reproductive isolation. وضحت؟ بضطر انا اجيب من وين هايبريد؟ برافو عليكم، من A و B. مزبوط، بضل هذا يتزوج مع هذا مشان ينتج ليش؟ هايبريد، الهايبريد نفسه بينتج من هون من هدول، بط صار هون الريبريكتيف ايسوليشن للهايبريد اتسلف. عشان هيك بحكي انا اكستنسيف جيني فلو فروم اوتسايد ذا هايبريد زون كان اوفرويلم سيلكشن فور انكريز ريبريكتيف ايسوليشن انسايد ذا هايبريد زون. فهمتوها؟ يعني A و B بضلوا يتزاوجوا بضلوا ينتجوا لايش؟ هايبريد، الهايبريد صار في عنده ايش؟ isolation reproductive isolation بطل يتزوج مع بعض الهايبرد خلص صار يجي كلهم من وين؟ من برا. هذا اللي بصير. طيب عملية حدوث speciation اللي هي ذكر شو عرفناها؟ انتاج new species، هاي الكلمة معناها ظهور new species. can occur rapidly or ممكن يحصل بسرعة وممكن يحصل very slow. مين اللي بأثر عليه؟ برافو عليك. fewer many genes اللي حكينا عن البوينت ميوتيشن ممكن او الميوتيشن بشكل عام. مزبوط؟ طفره واحده بتخلل هذا. هلا في بيزك في جينيتك باك جراوند للايفوليوشن ولا ما في رايكم؟ جينيتك باك جراوند للتطور. تطور في له اصل جيني؟ أكيد، ما كل الأصل هو أصلاً جيني ولا لا؟ مش كانوا يعتقدوا إنه كل الحياة ظهرت من خلية واحدة؟ أو حتى كانوا سموها ار ان اي، والار ان اي صار في الميكروسفيرز هذا، بعدين الار ان اي صار سيلف ريبليكيتنج، كانت يضاعف حاله، بعدين بلش يصنع شوية بروتينات، بعدين صارت كائنات حية طلعت من كومن انسيستر من ديسندنت واحد وتفرعت هذه. يعني في بعض الناس ممكن يكون أصلك سحلية أو أصلك شمبانزي أو أصلك مش عارف شو، مزبوط؟ give it a chance بحكي لك. اذا هلا في حالين حضرنا البرنامج تاع شو اسمه على وكاله الطاقه، مزبوط حضرتوه المؤتمر او وكاله الطاقه، في حكوا عن الميوتيشن اللي بصير في البلانت بريدنج ولا لا؟ الاشاعات استخدموا الجاما راي على البذور تاعت الويد وصاروا يطلعوا سلكشن وقالوا هذا مثلا ايرلي اور سمثينج. هو شو عملت جاما راي؟ خلل بالجينات بس. هلا في عندنا احنا مجالين، في عندنا مجالين، في عندنا تو ويز، اما بنستخدم النشر سيلكشن او الميوتيشن بصير نشر لي، هذه ممكن تحدث رابيدلي وممكن تحدث فيري سلو، او انت بتعملها انديوس، انت بتسرع بهي العمليه وتحط انت بتقول لا انا بدي اعمل ميوتيشن بعدين اعمل سيلكشن، حتى الميوتيشن ممكن تطلع لك نيو سبيشيز، فانت اما بتسرع العمليه مش اكثر. لما بتعمل حركه انت بتسرع العمليه، هي موجوده، موجوده عندي وموجوده عندك، موجوده عند كل واحد فينا. واضح؟ موجوده، كل ما كان البرودكتيف سايكل تاعتك اقل، كل ما كان انتاجك للاوف سبرينج اكثر، كل ما كانت التشانس للميوتيشن اكثر، كل ما صار عندك ايفوليوشن اعلى. مزبوط؟ احنا هومو سابين هالبشر، في غيرنا؟ كان في عنا إيركتس بعد صرنا هاي من سيبين. لكن شوف على مملكة النمل، مملكة الطيور بتقطع بيوت كتيرة، أو النمل كتير في دايفيرسيتي فيها. مزبوط؟ طيب هلا بحكي لك هون many questions remains concerning how long it takes for a new species to form ولا لا؟ أو how many genes to differ between two species. اوكي هلا صار ديبيت بين ساينتست، مزبوط بيحكوا لك الوقت اللي لازم تو نيو سبيشيز انه يظهر قديش بده؟ عشان كنا مثلا مليونز اوف ييرز، اذا كان بانك شويت 10,000 ييرز اند اباف، ما هي كلمه ربيدلي تذكر 10,000 سنه كانت.
مظبوط، اللي كانت بانكشويتد مش جراديوال. جراديوال بتاخذ مليونز اوف ييرز. مش هون السؤال، السؤال احنا حكينا بنشتغل هون على الجين ليفلز. اوكي طيب، انا هذا عندك تو نيو سبيشيز، شفتي رحت انت يو دان سيلكشن، شفتي نباتين صح، نبات A ونبات B. اول شيء بيجذبك شو هو؟ الشكل، مورفولوجي. ممتاز، الفينوتايب تاعه، حد شكل الورقه، شكل الفلاورز او شيء، بس كانوا قريبين كثير على بعض. اخذتيهم انت على المختبر تاعك. هلا بدك تقولي لك صح، بدك تقول لك صنف لي اياهم. دكتور داوود قال لك صنفي لي اياهم. كيف تصنفيهم؟ مورفولوجي الفلاورز بتاخذ هذا الحكي، بس they look very similar. هلا بصير انت تقولي داوت، هل هم نفس سبيشيز ولا ديفرنت سبيشيز؟ هل هم نفسهم ولا بيختلفوا عن بعض؟ بدك ترجع على مستوى الجين ليفل صح؟ مشان نحدد لك هذا الحكي، الفاينل جين اللي هو شابتر رقم 4. هسا هون صار الاختلاف، كم جين لازم اقول، قديش لازم يكون الديفرنس مشان اعتبرهم تو ديفرنت سبيشيز؟ كم جين لازم يكونوا مختلفين فيه؟ هل او الهومولوجي او الديفرنسز، هل 98% حكيت لكم اياه، 70 80 90 قديش لازم يكونوا هذا الديفرنس حتى اكون هم سيم سبيشيز؟ في لسه اختلاف هذا الحكي، واضح؟ هسا عادة احنا لو بدنا نعمل اوكي راح نجي ان شاء الله جين ليفل على معين، نستخدم الدي ان اي تاعك او الدي ان اي تاع النبات الفلاني، نبات A ونبات B، هذا المفروض يعطوك نفس الباترن. طيب how many genes do you know it? We don't know it. في عندك ايش؟ questions remain concerning that. طيب شو التايم كورس تاعته؟ شو معنى التايم كورس؟ فترة اللي سيحصل عندك سبيشيز. شو أحسن indication إلنا؟ فصل ريكوردز ولا لا؟ هذا أول شيء، هذا أول داتا بتقول لك إن في عندك evolution، بدك ترجع للفصل ريكوردز اللي عبارة عن millions of years. بعدين بدك تروح على أيوه، وبعدين molecular. هذا اللي حكينا عنه صح؟ لكن كله مش ضروري يكون كله عنده فيه له ايش؟ فصل ريكوردز. اكثر شيء التركيز اليوم على ايش؟ على مولكلر داتا. هذا وين تم نركز فيه؟ هذا لما يكونوا تو سبيشيز تو ماتش ايش؟ سيميلر، بس واحد الفلاور تاعته هيك واحد الفلاور هيك، برجعش لهون ولا لا؟ خلاص مباشره على المورفولوجي. بس دير بالكم فصل ريكوردز فيرست امبورتنت ثينج، اول شيء هو الفصل ريكوردز. ها شوفوا كيف، شوف الانترفال قديش المسافة بينهم. ايفنس معناها حدث، اه قديش الانترفال اللي هي الفترة الزمنية كان رينج، اه تخيلوا من 4000 لوين؟ ل 40 ملي ما شاء الله. حاكين مثال على ايش هذولا اللي هم شو من البني؟ خنافس. خنافس قديش الافرج طلع؟ 6.5 مليون years ago. اذا بدون الفصل ريكوردز بقدر ارجع هذا الحكي؟ طيب اليوم شو في عندكم ادوات تقدر تعمل هذا الحكي؟ دي ان اي مضبوط، عملوا للديناصورات باي ذا وي للماموث اللي يكون محيط مجمد، بده يسترجعوه. اه بده يرجعوه على فيل. على فيل عادي. ما هم مش كومن انسستر الماموث والفيل؟ طالعين نفس الدايفرج. ساينس فيكشن، ساينس انترست. هذا ترجع الماموث على المحيط القطب الشمالي، خلص هيك. بس هو كان عايش في المحيط الشمالي لما كان، ايه في القطب الشمالي قصدي انا. ما كان متجمد. مش اتس ترايل، اه بس اتس نوت ايزي، اه يعني انت بتاخذه على الدي ان اي ليفل بس ما اخذتيش نواه كامله ممكن، اه اللي هو جين كلونينج. ايه اوكي بدناش ندخل بالجين كلونينج، هذا علاقه له علاقه بالدي ان اي، بدك تاخذ الدي ان هول دي ان اي تاعه، اه الدي ان اي تاعه كامل مثلا 23 كروموسومز او 46 كروموسومز او 48 ما بعرف قديش للفيل بالضبط، وتشيل الكروموسومات تاعت الايج في الفيل الاصلي وتحقن تحقن الجينات تاعته كلها لانه ما عنده نواه، اوريدي ايفريثينج از ديد، اه بس الدي ان اي ليفل ما بيموت، اه It's chemical structure صح؟ DNA مادة كيميائية. اوكي شوف يعني it's really takes time، اه الديناصور احسن من
They are. ما بتعرفش إذا برجعوا لك ديناصورز. It happens. It happens. اوعك تفكر ما بيشتغلوش هذا الحكي. أنا قلت لك في الفيدرال لابس ممكن بيشتغلوه أو في لابس في أوربل دوار بيشتغلوه. بس ما بتعرفش شو الأوت كم تاعه. هلا ممكن الأوت كم تاعه إذا كان فيري نايس بيعملوا بابليكيشن، إذا كان مخالف للتصورات تاعتهم شو بيعملوا له؟ اكستريمينيشن على السريع بتخلصوا منه. اوكي. هلا ستادينج جينيتيك وعلى مستوى الجينز حكينا هذا السؤال صح؟ How many genes عم بيعملوا ريكويرد عم نحتاج إلهم. هذا السؤال اللي بضل. السؤال شوف كيف جاوب عليه. ممكن يقول لك only a single allele او many allele. درسوها على مين؟ على سنيل. شو درسوا؟ شيل سبايرال. انتو حلزوني طلع على الشيل اما بتكون كلوك وايز او انتي كلوك وايز. لفتها. انتو بجوز ما تنتبهوش هذا الحكي. السنيز بتاعتنا شوف القوقعة تاعتها الشيل ممكن بتلف هاي الطريقة او بتلف عكسي. اذا الحكوا عن ايش هو؟ الدايركشن. طلع هذا بيأثر على ايش؟ تخيلوا انتو حتى السنيلز بتميزوا هاي السنيلز كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز. مش بس احنا بنميز. بس شو بقى شو هذا الخلال؟ سنجل جين. مش هذا الكويشن تاعنا؟ از ات جين اور هاو ماني جينز؟ سنجل جين. والسنجل جين هذا بياثر على وين؟ على الميتنج. مزبوط؟ يعني نيو سبيشيز بده يطلع عندك. بس على شغل جين واحد، اذا جين واحد ممكن يعمل نيو سبيشيز ممكن اكثر من ماني جينز. فعلى سنيلز هذا جين واحد ما شاء الله عنه. طب في الفلاور مانكي فلاور كم واحد؟ شو بتاثر؟ صارت اللغه كومن لكم شويه يعني صرتوا تتعرفوا على اللغه زدتوا لغتكم هالفصل هذا كثير. مانكي فلاورز تونساي اللوساي هو المكان اللي بتواجد فيه القليل اللي بقعد فيه. هذا الكروموسومز مزبوط. هذا اللوساي في القطع هاي. هاي اللوساي شو قاعد فيها؟ قليل او جينز. هي قليل حتى بالاحرى هي لان احنا عندنا تو كوبز. فالمكان اللي بقعد فيه هذا شو بأثره؟ على كلر افكت فلاور كلر. شو بأثر هذا؟ على البولينيتر بريفرنسز. بريفرنسز معناها افضليه. افضليه البولينيتر. البولينيتر هو ملقح. يعني الملقح بينجذب للون معين مظبوط؟ اللون هذا مسؤول عنه ايش؟ تولساي. فهو بروح على اللون الاحمر بروحش على الاصفر. فصار عندك ايش؟ عملنا احنا رينفورسمنت ولا عملنا فيوجن ولا ويكنينج؟ بهاي الحالة. اوكي. اللون احمر ولون شو نسمي اللون الثاني بتكون اصفر. بيجي البولينيتر بحب اللون الاحمر. بولينيتر ثاني بحب الاصفر. هاي وردة بتعطي لون احمر. وردة بتعطي لون اصفر. مسؤول عنها مين؟ تولوساي اوف جينز. هلا اذا صار فيوجن اذا بده يصير فيوجن بصير ويكنينج. بيجي هذا بلقح هاي وهاي نفسها. مزبوط بنفس نفس الملقح نفس البولين. مش هذا بحامل بولين بلقح هاي بلقح هاي. شو بصير بعد فتره؟ برافو عليك بصير فيوجن. اذا انا بدي اعمل رينفورسمنت يعني بدي احط بينهم بلوك حاجز ابعدهم عن بعض اللي هي ويكنينج. ويكنينج يعني فيوجن. ديري بالك ها. وانا بدعم انا رينفورسمنت معناها تدعيم. هذا بلقح بس هاي الورده وبلينتر ثاني بلقح هاي مش نفس الحشره. وضحت؟ اذا بدي اعمل فيوجن شو بدي اسوي؟ نفس الملقح نفس يعني صارت واضحه لكم الصوره شو معناها فيوجن وبلينتر رينفورسمنت. هون عم شو بعمل انا هون فعليا؟ ويكنينج. عم تغلط كمان مره انت. تولوساي افكت فلاور كلر صح؟ ويش انفلونس تؤثر على
بولينيتر بريفرنسز. بولينيتر يعني عندك حشرتين مختلفات، الحشره هاي بتلقح A والحشره الثانيه بتلقح B، لكن لو نفس الحشره لقحت A وB بصير فيوجن، واضح؟ لكن بدايما انا بلقح مختلفات، اذا شو بعمل انا؟ رينفورسمنت، عم بدعمها، خلص بخلي كل واحد يمشي لحاله ماله ماله. وتحط شو معناتها؟ يعني بعمل بينهم عزل هاي عن هاي. بتعمل بينهم عزل بغض النظر، انا انه انا حشرتين. اوكي، تو ديفرنت. تو ديفرنت بولينيترز. كل واحد بتلقح ظهر. شو صار عندك رينفورسمنت؟ بدل هذا سبيشيز A وسبيشيز B. وتحط؟ ما بعمل فيوجن، لو بدي اعمل فيوجن العكس بده يصير، او ويكنينج. اوكي. طيب. وضحت الحمد لله. بولينيشن هذه اللغة بتفهموها كثير. بولينيشن ذات از دومينيتد باي ايذر، بتعرفوا الهامينج بيرد اه؟ العصفور الكدي هذا الطنان. طنان كدي عرضه ما اجمله. هذا فكروا نحلي انا. بولينيشن ذات از دومينيتد باي ايذر هامينج بيرد or our bees can lead to productive isolation of the flower. صح ولا غلط؟ مزبوط، اللي هو reinforcement. reinforcement اكيد بيكون عندي ايش؟ productive isolation، مشان ما يصيرش عمليه weakening ولا fusion. وتحط ولا بعيدها؟ اوكي. هلا البوليشن ذات از دومينيتد، ذكرنا ايش احنا؟ الهامينج بير هذا بولينيتر، ولا البيز برضو different pollinator can lead to ايش؟ reproductive isolation. هذا بلقح الفلور الحمراء، هذا بلقح الفلور صفراء، في reproductive isolation between two flowers. واضح؟ طيب ملناش هذول الفلور A و B. اجل العصفور الطنان وقف على هاي، لا خلينا نفس العصفور وقف على هاي ورد، اجل وقف على هاي بصير reproductive isolation. ممتاز. هذا وقف هون، وقف شلون؟ خلص رجع ثاني يوم وقف شيء وقفش، لانه في عندك كرار بير فرانسيس بفضل اللون، خلاص بدوش يلا الاصفر، بده احمر يا اخي، خلاص هيك. اصلا اصلا كل الفلاور هذه الكلر في الفلاور بس مشان ايش؟ تجذب الحشرات او تجذب هذول بس، مش اكثر. طيب اوكي، وات اباوت اذر سبيشيز؟ حكينا في المؤول على 1، هون حكينا على 2، مزبوط، جبنا امثله عليهم. بالاذر سبيشيز باي لارجر ممبرز اوف وات اوف جين اند جينز انتراكشن، يعني اكثر من جينز، 1 2 اور مور ذان 1 جينز. ليش نقول ثلاثة أكثر صح؟ هاي كلر بريفرنسز، شوف الأليلات، هذا مسؤول عن هالليل معين. أنت وأنت بنحكي أليل وأنت بنحكي جين؟ مرة بنحكي أليل ومرة بنحكي جين صح؟ برافو. ايه اوكي، يعني قربت. الاليلز هو مالتيبل فورم اوف جينز، بس التريت تو اليلز اند مور. التريت صفه اليلين او اكثر، واحد جاي من ميل واحد جاي من الفيميل. الاليل از مالتيبل فورم اوف جينز. اجيب لك مثال، جين اي عندي وجين اي عندك، مزبوط؟ مش حنحكي الجينات. الاختلاف بين جين اي وعندك وجين A عندي هو قليل A عندك وقليل A عندي، أو A واحد عندي، نفس السيكونس بس أنت ممكن يكون في اختلاف بسيط، فصار عندك نفس الجين A بس أنت مختلف، عشان هيك بنسميه قليل، شكل من أشكال الجين فبيختلف بينه وبينك، ولا بعدين هناك بيطلع نفس الشكل، نفس الشيء كوبي، إلا يصير في بيننا اختلاف. وضحت؟ مع إنه نفس الجينات ولا لا؟ أوكي. دكتور بإمكانهم يغيروا في الجينات قبل الولادة؟ يطلعوا اثنين نفس الشيء؟ صعب. ليه؟ غير الجينات، انت تحكي انت بدك تطلع بدك تغير فيه، بدك تعمل كلونينج. استنساخ. استنساخ انك بتشيل كل المذر او الفادر حسب انت شو بدك.
بتشيل تاعات المذر كل الكروموسومات تاعات المذر بتحط من فاذر او مش بالضروره من فاذر سوماتيك سيلز خليه جسديه هون عاده اللي بتكون فيها 64 كروموسوم فبصير عندك زايكوت بتلقبي عنك بس نسوش في there are too much ethics about it هذا الحكي وانه الايج كان في اختلاف على الايج العمر العمر يعني هلا انت مثلا عمرك 19 20 قول 21 سنه اذا انا بدي اخذ عندك الجنين بكون عمره تقريبا 21 سنه فعشان هيك بيهرموا بسرعه واضح فهيك بحاول ياخذ من وين من ستيم سيلز او امبريجينيك سيلز هاي فيها مشكله باي ذا واي يعني لو اخذوا من عمر صغير واحد وعمره كبير بيطلع مش بيختلف نفس الشيء لانه عمر الجين عندك اختلف هون عمر التشو اختلف هذا عمره كذا وهذا عمره كذا تنسوش انتوا شباب او صبايا لا انه احنا كل ما الكروموسومات بتنقسم عنا كل ما بتكسر فبيجي شيء بسموه تيلوميريز بيجي برد بيطولها بس بيطولهاش كامل بتضل تكسر تكسر فعشان هيك one day you like it or not you will die كل ما بتنقسم الخلية بيكون فيها شوية shortening shortening بسيط بيجي بتكملوا السيستم بس ما بيكملوا complete don't worry you will die الماكرو evolution الماكرو بس حصل على مستوى البوبيليشن ولا لا والمايكرو على مستوى الجين ليفل صح مين الاساس المايكرو شو بدي للماكرو اللي انت بتشوفه مزبوط ماكرو ايفولوشن از ايش عباره عن ايش كوميوليتيف تراكمي معدلك التراكمي كوميوليتيف افكتس تاثير تراكمي اوف ماني سبيسيشن اند ايش كمان مش بس هاي واكستنشن يعني بظهر عندك نيو سبيشيز وبيختفي في المقابل لو رجعت لكم انا كمان 600 ميلز باك قبل 600 مليون سنه معقول كل سبيشيز اللي كانوا عايشين هناك الموجود حدا منهم هون تقريبا 99.7% منهم شو صار فيهم اختفى وظهرت النيو سبيشيز مزبوط هربي ثلاثة المراجل أكلي دايجرام كديش تو إن هون ما شاء الله هون كديش صاروا شو السبب خلف انقسام الخلية ما فصلت يعني مزبوط هون عاطت نفس الشيء طب ليش هذا نيو سبيشيز why we call it a new species هذا لا تترابلويد سيل ايوه ليه؟ انا اصلا مختلفين عن بعض الدي ان اي ايوه خليتين مختلفين هناك بعرف ان هن انا واحد كيف هذول عم هذول مع بعض صبايا صارت تتربلويد سيلز مزبوط شو صار فيها هون؟ ليش قراته هون؟ اقرا هون طيب جميل بروديوس باي واتش ويتش سيل تتربلويد باي هاي هاي عملت جميت صار فيوجي بينهم بيطلعوا لك نيو سبيشيز تابع لها يعني just take your time لما تشوف لي الدايجرام نفسها هاي تابع لها هاي فير صار عندك الايرور وين في الاولى طلعت عندك هذه السيلز مزبوط السيلز هذه طلعت عندك صار فيها ميوسس طلعت جميت صار فيوجي بين هذول الجميت شو بتعطيك هناك نيو سبيشيز لانه صار الخلل فوق واضح الخلل ما بينتقل الا انت تعمل جميت واضح بتعمل فيوجن مع اذر جاميتس بدون هيك ما بزبطش معك بيطلعش عندك نيو سبيشيز يعني اي خلل في المذر بلانتس بده ينتقل على البولين جرين صح ولا لا والايج لا والله بصير للاسف في البلانت بصير كثير ايرورز بس شو بدي اقول لك ما بدي احكي برضه سؤال كويس هو لو كان بسرعه كان كل يومين ثلاثه ولا كل اسبوع ولا كل شهر شفت لك نيو سبيشيز You're absolutely right. مزبوط حكيها بتقول لك هذا بس موجود الاحتمالية هاي وهيك بدي يفسروا ليش بيطلع عندك new species بدون ما تكون كمان في عندك كمان environmental pressure بس مزبوط احنا كنا 10,000 سنة أقل شيء بالنورمال كيس بس ممكن تقول induce أنا حكيت لك تحط عليها pressure بس really takes time صح هذه احتماليته بس موجودة بس how far قديش
ما بتعرفي شو حكيت انا في سلايد كان ديوس فيري فاست ويذين مينيتس ممكن تاخذ 4000 سنه ممكن تاخذ 4 ملايين سنه بس كان دو فيري فاست على الجين ليفل يعني ممكن خلص انت حظك هنا هذول حكينا تذكرتوا فيها هذول مش تنسوهن شو معظم الاسئله عليهم هذول حكينا عن الويد كمان القمع هيهم من هذول كل الشغل دير بالكم الوايلد مع الوايلد كان يحكي عنه الدكتور عزيز وايلد تركتهم طلع عندك واحد ايش طلع ما شاء الله صار عندك 42 بك 14 صار عندك 42 واحد حكينا لكم في لبنان هذا الحكي بيحدث هذه از فيري امبورتانت اللي هي رجعنا لكم عليها تتذكروا بس كتبناها كيف بصير عمليه بالاسئله اللي اعطيتكم اياها رح تلاقوا هدول زي البري ميتينج وحده اثنتين ثلاثه اربعه خمسه بالبوست ميتينج ايسوليشن ميكانيزم مشان تمنع احنا تو نيو سبيشيز ان يتحدوا مع بعض سبيشيز اي وسبيشيز بي ليش بتتحدوش مع بعض في عندكم تو ميكانيزم كنا اما بري ميتينج او بوست ميتينج سؤال واحد ممكن ناخذ this your understanding طيب لو سألناكم هذا السؤال why must species engage in a struggle for existence حدا فهم بالعربي ليش عندك ال... ليش species بيعمل clashes مشان survival engage معناها بتعاركوا يعني struggle مكافحة why ليش species عادة بتقاتل فيما بينهم ليش تناب بتنافسوا شو حكيتي تكاثر لو شو new species two new species تكاثر شو علاقة التكاثر غذاء غذاء ومسكن ليش ما يكون عندك النشر resources are limited مزبوط مصادر الغذاء ما احنا بنتكاتل على الغاز بنتكاتل على البترول حتى الهيومن بتكاتل على البترول معنا سيم سبيشيز كيف بالنسبه للانيمالز يعني هل بقول لك السؤال الاول هذا بيكوز اورجانيزم اوف ديفرنت سبيشيز ار ناتشرالي بريديسبوست تو هيت ايتش اذر لانه احنا جينيا بنحبش بعض معقول ما حطيناش به because natural resources are limited had a good chance for it or because the population of a species grows linearly linear عارف شو معنى linearly بشكل خطي متساوي شو له دخل هذا الحكي reduction or because competition is inherent to life itself how انه يعني هذا جينيا فينا موجود حكي شو له علاقه هذا الحكي ليش بتقاتلوا بتقاتلوا على اذا كانت natural resources are very limited differences in mating rituals حكينا مع كلمة ritual صح؟ ذكروها؟ طقوسها اللي بتعملها الديك او بيعملها العصفور او بيعملها الطاووس في دروسيفيلا هاواين دروسيفيلا جبنا لكم مثال على هاي have likely resulted from هل هي founder effects ولا natural selection ولا mutation ولا reinforcement ميتنج ريتشوال العلاقة ديفرنسز الاختلاف يعني هاواين دروسيفيلا واحدة بتعطي رقصة شكل والثانية بتعطي رقصة شكل هاف لايكلي ريزلتد فروم هل هو فاوندر افكس ولا ناتشرال سيلكشن ولا صار ميتيشن ولا رينفورسمنت سبيشيشن اترجم لك اياها لا ما درست المادة لسه بعدين Speciation is more likely to occur in the cases of هل هي سيمباتري انتيباتري الوباتري ولا كوباتري Two important things for us هاي كانت You have to choose one of them among plants ضمن النباتات fertile individuals fertile معناها
قاسم انا مينرالايز فروم ستيريل وان باي وات باي وات هابلويدي استشي بلويدي ديبلويدي ولا بوليبلويدي اذا في كلمه مش عارفينها evolutionary changes within a species are referred to as microevolution within a species are referred as microevolution ولا macroevolution within a species عشمت within ضمن بيننا يعني طب التشينج في الجين فريكونسي شو سميناها جيني فلو ماكرو ولا بوليمورفيزم ولا مايكرو